السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو مسكوت ولا كيك يومي بالبرتقال. يجي بزاف 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 بنين، يعني هاد المسكوت يجي روعة، يجي مشرب فيه واحد البنة، يعني قد ما نشكر لكم فيه حتى تسيوه باش تعرفوني واش راني نهدر. نبداو بسم الله. عندي 4 حبات على البيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني نخلوه ما تخرجوه بكري ولا يعني ما ديروهش كامل فريجيدار. نضيف عليه قرصه تاع الملح وكاس سكر عادي، ساعه الكاس 240 حتى 250 مليلتر. ونجي نستعمل الباتور، يعني اللي هنا شوفوا من الاحسن تستعملوا الباتور، اللي عندها الباتور تستعمل الباتور، اللي ما عندهاش تستعمل دراب يدوي، مي لازم تحرك مليح، يعني لازم هذاك السكر يدوب. وملاحظه كي نضربوا السكر مع البيض ماشي لازم نلحقوا، القوام يكون خفيف بزاف، يعني ماشي كيما نخدموا الجينواز، غير تشوفوا السكر تاعكم داب والبيض تاعكم اللون تاعو ولا شويه ابيض، في هذيك المرحله راح نحبس. نضيف عليهم كاس تاع الزيت، ولحنا الكاس نضيفه تدريجيا، يعني نضيف بشويه ونخلط حتى نكمل هذاك الكاس كامل. وهاد المسكوتشو يجي مشمخ، اونديغي شربتوه يعني بلا ما تشربوه راح يجي مشمخ، ما يجيش كامل ناشف، والبنه تاعو روعه، هذيك البنه تاع البرتقال يعني بزاف بنين. قد ما نشكره لكم كي تجربوه راح تعرفوني واش راني نهدر. في هذه المرحله راح نضيف عليه كاس تشينا ولا كاس برتقال، يعني حكمت حبه ونص تاع البرتقال عصرتهم وضفتهم ديركت، يعني خرجوا لي كاس ضفتهم ديركت، يعني ما صفيتهمش. ونضيف نص كاس تاع الحليب. هذا واش فيها الوصفه، يعني مقادير بسيطه متواجده في كل بيت، ونخلط كامل كيف كيف. صاي راح نحبس من الباتر، وراح نضيف مغرف صغيره لافاني، ونضيف مغرف كبيره مبشور الليمون ولا مبشور البرتقال عفوا، وندخلهم مليح، يعني الزاز تاع البرتقال راح يمد لنا مذاق هايل. راح نضيف زوج كيسان فارينا، يعني نضيف زوج كيسان فارينا يكونوا مغربلين دفعة واحدة. هذا الكاس الثاني. نضيف عليهم زوج خميرة تاع الحلوة، الوزن الوحدة 10 غرام، يعني ضفت 20 غرام. ندخلهم مليح في الخليط تاعي حتى ينسجموا. وراح نزيد نعمر الكاس الثالث، وراح نضيفه تدريجيا، يعني كاس ثالث ما حش نضيفه دفعة واحدة، نضيف نص كاس ونكمل نخلط ونشوف. وانتوما على حسب نوعية الفارينة تاعكم، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. وكل ما تضيفوا الفارينة لازم تخلطوا مليح، شوفوا انا خدات لي يعني 2 كيلات، والكاس الثالث ضفت يعني قعد لي منه 1/4 كاس، يعني ما با 1/4 كاس. دوك نوري لكم الكمية اللي قعدت لي من الكاس الثالث، وانتوما كما قلت لكم على حسب نوعية الفارينة.
وكيفاش تعرفوا القوام تاع المسكوت تاعكم؟ راهو واجد، شوفوا يعني كي تشكلوا 8 راح تتكتب لكم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، عرفوا بلي القوام تاع الكيك تاعكم صاي راهو واجد. راح نحطه جانبا. عندي سنيوه اللي تدخل الفوغ دهنتها بشويه تاع المارغرين ورشيتها بالفارينه، المقاس تاعها 25 على 25، يعني الحجم تاع المسكوتو تاعي راح يجيني عالي. لي تحب المسكوتو تاعها ما تجيش عاليه بزاف، باسكو بهاد المقاسات راح تجي عاليه بزاف، تنقص يعني دير سنيوه اكثر، ديرها حوالي 30 على 28 ولا 28 على 25، راح تكون خير وخير. نفرغ الخليط تاعي بهذا الشكل وراح نخبطه 3 خبطات، وفي هذه المرحلة نكون سخنت الفوغ تاعي قبل ما نبدأ نخدم بربع ساعة، يعني 15 دقيقة على 180 درجة. كي ندخل المسكوتو تاعي طيب نقص له يعني 150 درجة راح تكون كافية، ونخليه يطيب على عقله، يعني يطيب غير بالعقل حتى نشوفه تحمر لي من الفوق، يعني يتحمر من تحت وراح يتحمر من الفوق، نزيد نشعل له غير شوية من الفوق وراح نطفي عليه. يعني هاد الملاحظة جد مهمة، المسكوتشو طيب على درجة حرارة ناقصة كامل هادئة. وهذه هي المسكوتشو تاعي بعد ما طابت. أنا الكويزينيغ تاعي كانت شوية مالية مايلة، سي بوغ سا يعني مالت لي شوية المسكوتشو. وراح نبدأ نحضر الخليط اللي راح نسقي به المسكوتشو، يعني واحد البنة يمدلو روعة، المسكوتشو تاعنا تجي بنينة بنينة روعة. راح ندير 2 مغارف كبار معجون تاع المشمش، وراح نبدا يعني نخفف فيه بعصير البرتقال، يعني عصرت حبه شينا وصفيتها وراح نضيفها للمعجون تاعي كيما راكم تشوفوا، يعني المذاق تاعو يولي بزاف هايل وبزاف بنين، يعني حوالي 3 مغارف عصير البرتقال 4 مغارف ضيفوا شوفوا. وهذا هو القوام تاعو، شوفوا ما يكون خفيف بزاف ما يكون ثقيل بزاف. وبالنسبه للمسكوتو تاعي تكون دافيه، يعني ما تكون سخونه بزاف ما تكون بارده، وراح نسقيها هكذا من الفوق. بهذه الطريقة وراح نخليها حتى تبرد ونجي نقطعها معاكم. بعد ما بردت لي المسكوتشو راح نزيد نشبحها بشوية تاع لانوات كوكو، وهذه الخطوة ماشي ضرورية كيما تحبوا، وتقدروا تاني يعني غير تشربوها بهذاك السيغو، يعني تقدروا تضيفوا لها لانوات كوكو، يعني احترفد لكم كمية اكثر. وراح نقطعها، راح نقطعها على 2، وكل جزء راح نقطعه على 2، يعني الحبات راح يجوني بزاف هايلين. يعني الموس راه يدخل تمتم تلمو خفيفه. الحبة الأولانية دايما يعني نخرجوها شوية معوجة، وهذه هي المسكوتو تاعنا. شوفوا كيفاش جات، جات ما شاء الله، شوفوا خفيفة بنينة، الريحة تاعها يتعبق في الدار، يعني وصفة تستحق التجربة وتجي بزاف خفيفة. دوك نقسمها لكم، وفي الاخير اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا لي جام كومونتير، تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. سلام.